عندي كوسة بتنجان فلفل بصل، تمام، اللي متاح عندنا او اللي احنا بنحبه، طبعا متقورين ومغسولين وزي الفل. تعالوا بينا نشوف الخلطة بقى، الاساس معانا ايه. عندي كوبايتين من الرز البلدي، تمام، غسلهم مصفياهم، بصلتين مفرومين، مفرومين يكونوا يعني متخرطين صغير مش مبشورين، حزمة بقدونس، حزمة شبت، حزمة كزبرة. كمان هنحتاج كوبايتين من الطماطم المعصورة بدون مية، يعني احط الطماطم كده في الكبة وافرمها من غير مية. معلقتين كبار من الصلصة، معلقة مرقة مغلية او شوربة مغلية، يعني زيت وسمنة. البهارات بتاعة المحشي بتاعتنا عبارة عن رشة سكر، رشة قرفة صغننة، وكمان كزبرة ناشفة، كمون، ملح وفلفل اسود، بهاراتنا التقليدية، تمام، ممكن كمان نضيف بهارات سبعة. خلاص كده دي مقادير المحشي بتاعتنا. طريقة عمايله كمان مختلفة، انا مش بسبك للمحشي او مش بحمر البصلة للمحشي. هقول لكم هنعمل ايه سريعا كده. عندي على النار وك بيسخن، احط فيه السمنة، مش هحط الزيت، هحط السمنة، تمام. ولما السمنة تسيح كده وتسخن هنزل بالطماطم المعصورة عشان أثبتها. معاها معلقتين الصلصة، واسيبهم بقى يتسبكوا شوية مع بعض. على ما يتسبكوا اكون انا خرطت الخضرة، واكون كمان خرطت البصل، ده طبعا بتكلم في البيت. حط الطماطم تتسبك، وفي التوقيت ده بستغله ان انا بخرط البصل وبخرط الخضرة علشان ما اخدش وقت كبير ووقفة كتيرة في المطبخ. وبعد ما خرط البصل هعمل ايه؟ اجيب بقى ايه، بولة كبيرة احط فيها البصل، ومعاه ملح وفلفل. دخلوا لي يا جماعه مرقه فوريه، واحط الملح اللي هو على قد الخلطه، احط الكمون والكزبره، واحط القرفه. وما تستغربوش القرفه، صدقوني بتدي طعم حلو قوي للمحشي، بس ما تكتريش. خلاص كده ندعك بقى. يبقى كده البصل بتاع المحشي جاهز، الخضرة كمان جاهزة ومتخرطة، بقدونس وشبت وكزبرة، تمام تمام، حلو قوي الكلام ده. ليه بقى حطيت البصل، او مش هحط البصل احمره، وكمان الخضرة مش هنزلها زي ما كنا متعودين زمان ان اهالينا يحطوا الطماطم، يحطوا الخضرة على الطماطم ويسبكوها؟ اولا الخضرة متحطة على الطماطم بتغمق، تمام، ثانيا بتفقد بقى ريحتها وقيمتها، علشان كده بحب احطهم اخر حاجة علشان استمتع كده بريحة وطعم البصل والخضرة واحنا بنسوي كده، تلاقي الريحة طالعة فعلا مفحفحة وجميلة جدا. رشة السكر مهمة جدا، حطيتها هنا على الطماطم. طبعا لو حابين نضيف مكعب مرقه بنضيفه في التوقيت ده. ولما الاقي كده ان الطماطم اتسبكت زي ما انتم شايفين كده ونطرت السمنه بتاعتها على الوش بالشكل ده، على طول هجيب الرز بقى. وهنا هنبتدي ندي تشويحه للرز بتاع المحشي مع التسبيكه بتاعت الطماطم. خلي بالكم من حاجه كمان، احنا ما حطيناش زيت، كل اللي حطيناه كانت معلقه السمنه. الله، امال هنحط الزيت امتى؟ الزيت هنحطه برده على البارد مع الخضرة ومع البصل. شوح بس كده الرز بحيث ان هو يتشرب من الصلصة، تمام، زي ما انتم شايفين كده حلو جدا جدا، مش محتاجين حاجة تاني. هرفع خلاص كده، هبتدي زي ما قلنا لو احنا بنحب نضيف مكعب مرقة بيفرق في الطعم، صدقوني بيخلي الطعم بتاع الخلطة حلو قوي. هضيفه مع الصلصة وهي بتتسبك عشان يفك. وبعد ما خلاص قلبنا وشوحنا الرز وبقت الخلطة بالشكل الجميل ده، هبتدي دلوقتي أضيف بقى الخضرة والبصل بالبهارات بالكلام ده كله
عايزه اقول لكم ان احنا هنحتفظ بطعم الخضره والبهارات معانا واحنا بنسوي، علشان كده بتبقى ريحه الخلطه دي او المحشي بالطريقه دي فعلا ريحته تجيب اخر الدنيا. كده خلاص حطيتهم، هجيب الزيت وشويه بقى على البارد، ده بقى اللي هيخلي الرز معانا مفلفل ويديله لمعه كده وتبقى خلطه المحشي بجد بجد خطيره ولا اسهل من كده. صدقوني هتجربوها تعجبكم قوي، ما بتاخدش وقت، مفيش مجهود فيها. ايه كمان الطعم والريحه طبعا، دي اهم حاجه، بتبقى حلوه جدا. بصوا كده انا خلاص خلصت والخلطه بتاعتي جاهزه، ما يلا بينا نحشي. تعالى اقول لكم على كام حاجه كده وانتوا بتعملوا البتنجان. في ناس كتيره بتشتكي ان البتنجان بيجلد معاها ويبقى مش مستوي، ده لو احنا قورناه وسبناه فتره تمام واتغسل وجه عليه ميه، ده اللي بيخليه يجلد. فدايما راعي كده، اول ما تقوري البتنجان تمام هتغسليه وهو مقفول وتقوريه تمام، ده لو عايزه تشيليه كام يوم، يومين ثلاثه في الثلاجه، هتروحي مقوراه وبعد كده ما تغسلهوش تاني بعد التقوير واربطيه وحطيه في التلاجة خلاص. قبل ما تستخدميه على طول هتروحي منزلاه في مية فيها معلقة ملح، دي بتساعد أولا يبقى الجلدة دي ليها طعم اللي هي بتاعت البتنجان وتخليه دايب كده ومش بيشد ومش ايه مجلد. طيب يلا بينا بقى تعالوا نبتدي نحشي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كده خلاص اللي معانا كله النهاردة تعبية مش أكتر، يعني احنا مش عاملين حاجه هتاخد معانا وقت غير مثلا البصل. ونتكلم بقى عن البصل، احنا ما حطيناهوش ميه عشان نسلقه. البصل انا ممكن اسلقه في الفاصل، هقول لكم هنعمل ايه. البصلايه بصوا بننقي البصلايه الكبيره اللي ما تكونش مقسومه نصين على قد ما نقدر يعني تمام. وبعدين هجيب سكينه، بصوا معايا كده ادي البصلايه اهي خلاص تمام، وابتدي من نص البصلايه واعمل فتحه كده اوصلها للنص بس. معايا باينه؟ يعني مش هكمل امشي بيها لغايه هنا، لا هي لغايه نص البصلايه وبقف خلاص بس كده. وبنزلها في ميه مغليه بملح يدوبك دقيقتين ثلاثه يطرى بس عشان اقدر اسلك الورقه ورقه عشان اقدر ان انا احشيها. هنزلها في ميه مغليه وخلاص حشينا المحشي. وناخد بقى شوربه البطه الجميله بتاعتنا وهي سخنه كده تمام. وما تنسيش تحطي بقى رشه كمون ورشه كزبره فوق المحشي وهو بيستوي. هنحط المحشي على النار تمام ونضيف عليه الشوربه. طيب بما اني عامله حاجات كلها محشيه موقفاها بالشكل ده، فالشوربه احطها لغايه ما توصل لفين؟ ده مهم جدا، لغايه ما توصل لنصهم بس، ما تكتريش عن كده. واهم حاجه تكوني مزنقاهم وموقفاهم بالشكل ده. حاجه كمان مهمه جدا في ارضيه المحشي، ما تنسيش تحطي شرايح بصل وطماطم وعيدان الخضره بتاعتنا اللي احنا شلناها في التنظيف تمام، العيدان اللي هي بتبقى لفوق دي. ونغطي على المحشي بتاعنا ونسيبه بقى على نار عاليه يغلي كويس جدا، يغلي كويس جدا حوالي خمس دقائق. وبعد كده نبتدي ان احنا نهدي عليه النار ونسيبه على نار هاديه. هاخد البصلايه عشان اوريكم بتتسلق اهي في الميه المغليه وفيها ملح، ونسيبها حوالي دقيقتين ثلاثه بس كده اعرف افك الورق بتاعها علشان الفها بكل سهوله زيها زي اي محشي في الدنيا. كده خلاص خلصنا خلطتنا والمحشي بتاعنا، اعتقد يعني الفكره وصلت والدنيا تمام. نجهز بقى التقديم بتاعنا يا جماعه. عايزين كل حاجه. يلا بينا. ايدي البصلايه تمام بالشكل ده، هتتسلق زي ما قلنا، وبعدين نفك ورقاية ورقاية منها ونحط فيها الخلطة ونحشيها على بعضها كده ونرصها زي ما انتم شايفين في الحلة. بصوا نلبس بس جلافز تاني علشان نبينها. محشي البصل يا جماعة بيبقى مسكر ولذيذ جدا جدا، لو ما جربتهوش فانتوا فايتكم كتير قوي قوي. طبعا لو انا حابة ان انا احط لحمة مفرومة في المحشي اقدر احطها معصجه واقدر احطها نيه زي ما انتم عايزين، هي كده كده هتنزل النار وهتستوي. بصوا ادي ورقه المحشي معانا اهي، بصوا تعالوا هنا على الخلطه
ادي ورقه المحشي زي ما انتم شايفين، بحط الخضره او بحط الخلطه، وبعدين ابتدي الف الورقه بالشكل ده واقفل عليها كويس. تمام، واي رز زياده بنطلعه عشان حلتنا تفضل نظيفه وشكلها حلو بالشكل ده. تمام، وبنرص بقى في الحله، وزي ما قلنا شوربتنا مغليه، حطينا رشه كمون ورشه كزبره ناشفه، وعززنا الطعم مكعب مرقه لو احنا حابين. تمام، ويبقى كده معانا المحشي جاهز يغلي كويس قوي، وبعد كده نوطي عليه ونسيبه على نار هاديه عشان يكمل تسويته. تعالوا بينا كده نشيل البصلايه دي كده، اوريكم برده لو حبينا نفك منها. بصوا معايا، بصوا اهي، ادي الورقه واللي بعديها، عشان كده قلت لكم لما تدخلوا السكينه وبتقسموها بالنص ما تغوطوش على النص التاني. تعالوا نحاول كده مع بعض نحشيها. احنا ممكن دي كبيره شويه، ممكن اقسمها كمان نصين عشان استغل كده اكبر قدر ممكن. وادي البصلايه طبعا سخنه جدا، وابتدي الفها بالشكل ده، وتتحط بقى في الحله زي الفل، بيبقى خطير. هروح احطها في الحله. نص كوسه، وعندنا بتنجان وعندنا فلفل رومي وبصل كبير. تمام، والخلطه بقى، ودي اهم حاجه علشان تحشي بيها اي نوع من انواع المحشي. كوبايتين من الرز البلدي غسلينه ومصفينه، بصلتين مفرومين، حزمه بقدونس وحزمه كزبره وحزمه شبت، كمان عندنا كوبايتين من الطماطم المتسبكه، ومعلقتين كبار من الصلصه، شوربه مغليه، زيت وسمنه، رشه سكر، رشه قرفه، نص معلقه صغيره كمون وكزبره ناشفه، وملح وفلفل اسود. دي الخلطه بتاعت المحشي، ويطلع معاكي بجد زي ما احنا عملناه، تحفه جدا جدا.